السيدات والسادة، طابت أوقاتكم الليلة في حلقة جديدة من استشارات قانونية، وزي ما تعودنا تعالوا نتجول في أروقة ودهليز المحاكم، نقلب في دفاتر الشرطة ومحاضرها، نشوف إيه الوضع في أوامر الضبط والإحضار وأوراق النيابة العامة، إيه أخبار الأحكام، حسيات الأحكام، كل ذلك وأكثر في استشارات قانونية من أجل الوصول للحقيقة والعدالة. تعالوا بينا نشوف إيه جريمة النهاردة أو موضوع النهاردة. لم تعد هدى قادرة على شراء نفس كميات الطعام التي كانت تشتريها قبل بضعة أسابيع. أبسط السلع الغذائية زاد سعرها بما يقارب الضعف. هذه الخضروات عن الوقود لترتفع. هذه الخضروات هي مجرد نموذج للكثير من المستلزمات الأساسية صار الحصول عليها عبئا على المواطن البسيط. ب53، بس انا عايزه اقول لك انا ساكنه عند سوق زهراء، سوق الزهراء، والله كان ب45 امبارح بالليل. لم تشتري هدى اي لحوم في هذا اليوم. مش عارفه اجيب حاجه ب50 جنيه اللي معايا دي، مش عارفه اجيب البصل الاساسيات بعد ما كنت بجيب 4 كيلو وبجيب 5 كيلو، دلوقتي بجيب كيلو بسكو. يعني كان ممكن 65 جنيه كانوا بتجيب مثلا فرخايه او تجيب وركين او تجيب اي حاجه وتجيب الخضار بتاعي بالمرتاح. هنا يقاس بوضوح حجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، فالجنيه المصري فقد أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار الشهر الماضي بعد تعويم العملة المحلية، خطوة رأتها الحكومة ضرورة ملحة من أجل إصلاح تأخر كثيرا. الغني بقى فقير والفقير بقى معدم، لأن حاجة فوق الخيال، ما فيش حاجة بتروح تجيبيها النهاردة تيجي تشتريها تاني يوم تلاقي سعرها زايد. ماشيين نكلم نفسنا، غلا غلا، بس الغلا ده ما حصلش خالص خالص، حاجة جننتنا. ومن السلع الغذائية للمواد البترولية يتكرر المشهد نفسه، فقد اتجهت الحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن الوقود لترتفع بالتبعية تكلفة جميع وسائل المواصلات. وضعت الآن 20 لترا من البنزين سعر التكلفة. أعزائنا المشاهدين، يعني الموضوع مش محتاج كلام ولا تعريف ان احنا هنتكلم عن غلاء الأسعار وحقوق المستهلك. الموضوع زي ما انتم شايفين وغلاؤه بيبدأ من الشاي والسكر والزيت والرز والدقيق والخضار بكل أنواعه، اللحوم بأنواعها، الأسماك كيلو البلط ب 25 جنيه، اللحوم مش عايز أقول الأرقام فلكية، العدس والفول والحاجات اللي كانت برخص التراب، سندوتش الفول والطعميه عزيزي المشاهد، طبق الكشري، كل ده واكثر هنتناوله النهارده في حلقتنا مع معالي المستشار وائل نجم المحامي بالنقد والدستوريه والاداريه العليا. شرفتنا مع المستشار. الله يخليك، شكرا سعيد. الوضع زي ما انت شايف طبعا مبدئيا كده وبعيدا عن القانون، كلنا نعاني في هذا الوطن من غلاء الاسعار طبعا. شايف الحاله ايه؟ الحاله بقى ربنا ييسر الامور وربنا يسترها في الفترة اللي جاية ديت، لأن الموضوع يعني شامل جميع المواطنين على مستوى مصر. النهاردة أقل بيت محتاج 3-4 آلاف جنيه وبرضه بيعاني. 3-4 آلاف جنيه ده على الأقل. ده هتجيبه من إيه؟ في مرتبات. خليها على جنب. ربك كبير. دي ليها حاجة تانية. تمام. في حاجات كتير قوي، إحنا عندنا الاقتصاد في مشاكل، عندنا الغلاء نفسه بيبقى له أسباب وله التأثيرات ولو تركيب، في حاجات قديمة. جميل. أعزائي المشاهدين، يعني زي ما احنا قلنا في فقرتنا الأولى كده، موضوعنا النهاردة غلاء الأسعار وحقوق المستهلك. هننتقل بيكم مع معالي أو في صحبة معالي المستشار وائل نجم المحامي بالنقد والدستورية والإدارية العليا لفقرتنا التالية، وهي إجراء قانوني. أعزائي المشاهدين، وما زلنا في صحبة ومعية معالي المستشار وائل نجم المحامي بالنقد والدستورية والإدارية العليا. يعني فكرة الغلاء يا جماعة، لقمة العيش، كوبات الشاي الصبحية، الكلام ده غاية في الخطورة. مما ينتج هذا الارتفاع؟ يعني في حصل قرار تعويم للجنيه وارتفاع سعر الدولار والقرارات الاقتصادية، هل هناك أسباب أخرى لهذه الموجة؟ هل في قرارات حكومية طلعت بأنها غلت الأسعار، ولا الناس اشتغلت من نفسها، ولا الحكومة علت بدرجة صغيرة والباقي عند الجمهور زي ما بيقول؟ واحنا خلينا برضو نتكلم في نقطة واحدة، ان المستهلك ده اخر واحد بتوصله الحاجة، فده اللي عليه العبء الاساسي. تمام. لما نيجي نقول الاسباب بتاعتنا، اسباب كتير، منها جشع التجار، منها مفيش وعي، منها عدم الرقابة الحكومية. النهاردة في غياب حكومي تام.
بالنسبه للقرارات. انا النهارده فين التسعيره الجبريه؟ انا النهارده لما بدات اقول وضج والناس تيجي تضج من الدواء بجانب الاسعار اللي هي السلع الاساسيه. اصبح مشكله الدواء دلوقتي لما نزل موضوع التسعيره بقى في تسعيره، بقى في نوع من يعني العلاج قل، يعني النسبه قلت شويه بالنسبه للناس. النهارده انا الحكومه لازم لها دور والمواطن او المستهلك له دور. خد اللي يكفيك، خد طاقتك، خد على قدك. تمام. وبالنسبه للحكومه افرض بقى التسعيره الجبريه، عندك في قوانين سن قوانين، فعل القانون اللي موجود عندك اللي هو 3 لسنة 2005. فعله. اللي هو قانون ايه؟ قانون اللي هو بتاع السلع، قانون حمايه المستهلك. قانون حمايه المستهلك. طيب يعني بسم الله ما شاء الله مصر تتميز بان لديها منظومه تشريعيه تقريبا 54,000 وكسر تشريعات. يعني احنا مش في حاجه لتشريعات جديده، ولكن هل تتفق معايا مع المستشار ان التطبيق هو العائق الحقيقي في عدم انفاذ القانون؟ في معظم القوانين اللي موجوده في مصر محتاجه تتطبق. مش محتاج ان انا اصدر قوانين جديده ولا اشرع قوانين جديده ولا سن قوانين جديده، انا النهارده محتاج اطبق وافعل اللي موجود. انما غياب الرقابه ده مش موجود، مش قادرين نفعل. هو في ايه الجهات الرقابيه الموجوده اللي بتراقب الاسعار في الاسواق؟ يعني احنا كلنا نعرف ان المحليات لها دور، المحليات، التموين، الرقابه الاداريه، التفتيش، الاغذيه، كل ده له دور. يعني بسم الله ما شاء الله ما عندناش جهاز واحد، في اجهزه متعدده، وفي جهاز حمايه المستهلك ده حاجه تانية. طبعا. وفي جمعيات اللي هي في جامعات الفئويه وجامعات الاستهلاكيه وجامعات الجامعات الحكوميه. والجيش بسم الله ما شاء الله الشؤون المعنويه نزلت في الفتره الاخيره في بعض السلع بالعربيات بتاعتها، بتحاول تلحق. بس هل ده بتحاول تلحق اللي كفيل انه يسد الفجوه الموجوده؟ لا لا طبعا. كيلو السكر ب 14 بيوصل ل 16 جنيه. اعزائي المشاهدين، يعني انا عايز اخد الكلمه الصغيره ديت. كان احد الموكلين عندي بتصل بيه، وهو تاجر من تجار المخدرات، قضايا كتير يعني. فبقول له انا عايز 2 كيلو سكر من تحت الارض. قال لي عايز اي نوع مخدر موجود في مصر اجيبه لك، لكن الشاي والسكر والزيت ابعد عنه ما تطلبهمش مني. هل الرقابه توقفت عند حدود الضبطيات اللي احنا بنسمع عنها، ولا بالفعل في شغل تاني بتعمل ولا يعلن عنه؟ احنا مش شايفين حاجه. النهارده اللي بيحصل كالاتي، انت بيجي يقول لك انا اصل الدولار عالي، اصل انا بنقل البنزين ما اعرفش ايه، العربيات اللي بتنقل، سوق الخضار، اصل الفلاح ما اعرفش بيعمل ايه، كل دوت. النهارده لما اجي اسن التسعيره الجبريه واقول الحاجه دي بجنيه، خلاص ما حدش هيقدر يجي يتكلم. انا لما اجي اقول حاجه بالنسبه للتسعيره الجبريه، الحكومه في غياب تام النهارده. انت ايه يعني انت مش عاوز تصدر التسعيره الجبريه ليه؟ ايه الهدف؟ طب يعني بمناسبه التسعيره الجبريه، كان السكر في التموين اقل من 5 جنيه. ثم اتخرج علينا وزير التموين قال 7. ثم بعد كده قالوا ان هو يوصل 10 وبيباع في السوق السوداء ب 14 و16 جنيه. وكان احد اعضاء نواب مجلس النواب تقريبا عندنا من دواري بحري جايب ماده في المية عن ان هناك في قنا وسوهاج 750,000 طن سكر انتاج 2014، وفي التوقيت الكلام ده كان من شهرين تقريبا، وقدامه 6 شهور تنتهي صلاحيته. منين عندي ازمه في السكر؟ ومنين عندي هذا المخزون؟ وايضا كان هناك بعض الفيديوهات المتداوله في السوشيال ميديا تتكلم على ان تصدير السكر المصري عن طريق من السويس للمملكه العربيه السعوديه، والمملكه العربيه السعوديه كان بينزل مش عارف 33 كيلو ب 19 ريال ونص، حاجه زي كده. ايه الحدوته؟ هل هناك من يتلاعب من خلف الدوله بمقدرات هذا الوطن فيما يتعلق بالسلع التموينيه، او انا بسميها سلع الامن القومي؟ تمام. احنا ما دمنا احنا مش قادرين نفرض تسعيرة جبرية، ما دمنا ما احناش قادرين نفرض رقابتنا وسيطرتنا على السوق، هتظل الاسعار في ازدياد. تمام. الحكومة عليها دور ولازم تنفذه. تمام. في حالة عدم تنفيذ الدور اللي هو المنوط بيها، خلاص. جميل. من هو المنوط به العمل على قانون حماية المستهلك؟ انا عندي المادة 10 من قانون 3 لسنة 2005 بتبيح وبتجيز للسيد رئيس الوزراء انه يصدر التسعيرة الجبرية. تمام. ده قانون. تمام. فعله. بتبيح للسيد رئيس المادة 10 من القانون. رئيس الجمهورية ليه دور في هذا الأمر؟ طبعا ده رأس السلطة. لو فرض التسعيرة الجبرية أو أعطى ضوء للبرلمان أو أعطى ضوء للسيد رئيس الوزراء هيفعل كده. وهل السيد الرئيس مش شايف اللي احنا فيه؟ الغلا والمشاكل والمواطنين، احنا كل ماده بنقول هنصبر وهنستحمل، احنا شعب واعي، ما احنا بنقول من كده. ودي حقيقه، احنا شعب واعي. بس الشعب محتاج دور، محتاج ان احنا برضو حد يقول له انا واقف جنبك، انا حاسس بيك. محتاج حد يتقال له انا حاسس بيك. تمام.
طب لو قلنا ان مباحث التموين نزلت على مستودع او مخزن سلع تموينية او منفذ للبيع تابع للدولة بشكل او باخر ولقوا فيه حاجات، يعني مفيش سكر والسكر موجود، مفيش رز والرز موجود، هنا بتتعمل قضية. طب بتمشي بقى ازاي؟ يعني القضية دي تعمل محضر تقريبا. اللي بيحصل كالاتي، احنا بنقول ان القضية دي بتتعمل بكذا شق. الشق الاولاني لو مفيش محسوبية بتاخد طريقها دغري، اللي هو اقول لحضرتك بيتحرز الحاجات اللي موجودة تمام في المخزن وبتتعد وبتتشمع وبيتم اختار القسم التابع لي بيقول ان انا فلان الفلاني تمكننا من ضبطه او تمكننا من ضبط مخزن تابع لفلان الفلاني، بيعمل محضر يعني رسمي. تمام، محضر خاص بالتموين ولا محضر بيبقى خاص خاص بالتموين وبيضاف بعد كده بياخد المحضر ده مندوب يطلع بيه على اسم الشرطه بصحبه المتهمين. جميل. بيعرضهم بعد كده على النيابه. يعرض على النيابه العام. طيب ده لو جهه حكوميه. تمام. النهارده هنقول برضو فرضيتين تاني، فرضيه ان الراجل اللي هو البقال اللي هو بيصرف من عنده بالبطاقه الجديده الحلوه دي بيروح يجيب منها التموين. تمام. يقول له والله الدوله اللي مش عارف ايه ما جابت لنا السكر. ويكتشف ان السكر والزيت وكل السلع اللي هو بيقول ان الدوله ما جابتهالوش موجوده بس مش في المخزن ده. طبعا مخزن تاني. طبعا. القصه كمان مش في كده كمان يا استاذ علي. اتفضل فندم. القصه ان انا النهارده اباح لبتوع المخابز التموينيه انه بيصرف حصص تموين، فبيجي يقول يعرف حد فبيتفق معاه بيجيب له باكج البطايق الشخصيه اللي القومي بتاعت الناس، وفي كتير على فكره بيسيبوها عند الفرن بيسيبها له، بيبدا يقول له والله انت ليك مثلا حصتك في اليوم مثلا 5 ترغفه للفرد، انت عندك مثلا 7 افراد يبقى 35 بيعملوا مثلا 5 كيلو دقيق 7 كيلو دقيق تاخدهم دقيق ولا مش هيطلب مش هاخدهم. طب خلاص بيستنى لاخر الشهر بيديهم له سلع غذائيه، سلع غذائيه بتتمثل في زيت في سكر في رز. تمام. فشيلني وشيلك. طب النهارده انا فين الرقابه اللي هي موجوده؟ ما عنديش رقاب. انا النهارده المفروض مفتش التموين يبقى موجود، انا عندي مخابز تموينيه بتقفل الساعه 10 والساعه 11 مع ان في قانون بيقول لك انه ما يقفلش قبل الساعه 2. فين أساس. الرقاب؟ طبعا فين الرقاب؟ فين المحلات؟ يقول لك انا فتحت، لا مفيش محلات لسه بعدين دورها جاي لان لسه مفيش انتخابات تمت دلوقتي. تمام. انا بالنسبه للرقابه اللي موجوده مفتش التموين قاعد في مكتبه بيجي له تليفون طب خلاص طب تمام ومفتش تموين ومفتش صحه و6000 مفتش في الموضوع. لا 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 احنا عندنا غياب الرقابه. الرقابه نايمه في نوم، وانا اقصد بالرقابه التموينيه وليس الرقابه الاداريه. الرقابه الاداريه بسم الله ما شاء الله نحسبها طبعا وزاره التموين يعني. دي ولا القطاع التموين بوزاره التضامن؟ التموين والتضامن الاثنين مع بعض. جميل جميل. طيب لو قلنا مواطن ماشي يعني يا جماعه والله المواطن بيكلم نفسه ورجل القانون برضه هيبقى محتار يعني بيكلم نفسه برضه يعني انا ما دام عايز اعمل الربط يعني دي مفارقه ممكن تشوفوها ما تلاقوهاش الا غير عندنا هنا يعني اوعى تغير الشاشه وتروح لشاشه ثانيه. سؤال غريب قوي، المحامي اللي هو بيعاني زي بقيه المواطنين من ارتفاع الاسعار رايح يترافع في قضيه فيها متهم باحتكار سلعه ومتهم بانه مخبي بيسموها الجريمه اللي هو الراجل اللي مخبي في المخزن عنده شاي وسكر وحاجات من دي وسع تمام. لا مش بقى مخبي. ما بيسموها ايه؟ ده تهريب ولا متهم بتهريب. بتهريب؟ ولا ولا حبس السلعه؟ لا لا ما ده تهريب لان هو النهارده السلع التموينيه ديت المنوط بها البدال التمويني اللي هو بيخرجها بموجب اجراءات او بموجب اوراق معينه. جميل جميل. ازاي واحد بيعاني من الاثر فعلا الاسعار يعني والله العظيم اقسم بالله انا بحاول على سوبر عندي في منطقتي يا جماعه في ارض اللواء سوبر ماركت اسمه عماد بحاول عليه بقول له عندك سكر النهارده بصوت واطي. هل هذا المحامي بيجي عليه الوقت بضميره بيبقى مستريح وبيترافع عن مثل هذه النوع من البشر التي تتاجر باخوه الشعب؟ والله بيبقى في لا مش مساله ان هو ده شغل بيبقى في اجراءات معينه هو بيحاول يستقص منها على اساس ان هو يتحرى الدخل اللي هو اللي هياخده او الاتعاب اللي هو هياخدها. فاذا كانت القصه بقى انت وضميرك وده الوازع الديني ده برضو موجود عندنا كتاجر الجشع اللي موجود هو برضو اللي يخليه يحتكر السلع المعينه ديت عشان يبتدي يبيعها في السوق السوداء لما سعرها يعلى او تزيد في الاسعار. نفس القصه برضو بالنسبه للمحامي هو ضميره هو وضميره والوازع الديني والوازع الاخلاقي يا جماعه ده عوامل مهمه وغايه في الاهميه في موضوع حلقه الليله. اعزائنا المشاهدين هننتقل معاكم
للفقرة التالتة والأخيرة من برنامجنا. لو في سؤال في موضوع الحلقة، في سؤال آخر، معانا مستشار موجود علينا، تواصلوا معانا وفقرة سؤال واستشارة. أعزائنا المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية في برنامجنا النهاردة وحلقتنا عن غلاء الأسعار وحقوق المستهلك مع المستشار والنجم المحامي بالنقد والدستورة والإدارة العليا. معالي المستشار، قانون حماية المستهلك اسم كبير قوي. يعني هل الحماية فقط موجودة على الورق؟ أعتقد بالشكل اللي موجود والغلاء اللي احنا فيه والناس الجعانة، الناس اللي بتجري ورا رغيف العيش ومش لاقياه ورا كيلو سكر ومش لاقياه، أعتقد إن احنا القانون ده بيعتبر حبر على ورق حاليا. طيب لو قلنا إن هو بيصنف لي أو بيفرق لي ما بين الجرائم، إيه الجرائم اللي متاحة أو موجودة في قانون حماية المستهلك؟ الجرائم كتير قوي. انا النهارده كمفتش تموين عندي رقابه اداريه، عندي ان انا انزل اتابع. انا اسف يمكن فاتتني حته، من له حق الضبطيه اساسا؟ يعني من له حق الضبطيه القضائيه في كل من صدر له حق الضبطيه القضائيه بالنسبه بموجب القانون؟ مفتش تموين له حق الضبطيه القضائيه. جميل. انه يقدر ينزل يتابع ويفتش ويقدر يشوف. عندي دفاتر اقدر اراجعها بتاعه المخابز، عندي دفاتر اقدر اراجعها بتاع مفتشين التموين اسمه بدال تمويني، اقدر اراجع وراه انت النهارده صرفت ايه، الشهر ده صرفت كذا، عندك كم قد ايه، اقدر اراجع. يعني مثلا بيبقى صارف مثلا طن سكر مثلا عشان يوزعه، بلاقيه مثلا مقيد في البطايق انه صرف مثلا طن ونص. جميل. طب انت جبته منين النص ده؟ والاقي عنده جوه نص طن زياده جوه، يبقى في فرق طن موجود. ما هو كده توزع واحد على الهوا على فكره. ما هو ده اللي بيحصل. فانا النهارده لازم اتابع بيرضيه بحاجه، بيبقى في الرشاوي اللي هي المقننه اسمها الاقامه، تصل العقوبه في تهريب السلع الغذائيه او حبسها عن المواطنين او الاتجار فيها بره السنه و10,000 جنيه. سنة و10,000 جنيه. ويكسبوا هم بالالاف يعني، وتطلع فوق في الاستئناف ممكن تتشال السنه ويدفع ال 10,000 جنيه. يعني لو اتمسك وتقدم اتعمل له المحضر وراح للنيابه وخد محاكمه واتحكم عليه بسنه و10,000 جنيه. ومصادره. يعني ممكن يكون عمل له 30 40 طلعه ويجي في الاخيره دي يتمسك. يا علي بيه، انا اعرف ناس فتحت بيوت وعملت بيوت وبنت عمارات من ورا التهريب ومن ورا الحاجات دي كلها. اذا كان دقيق بيتهرب، اذا كان سكر بيتهرب، اذا كان الفتره اللي فاتت دي وحضرتك عارف وكل الساده المشاهدين عارفين اللي كان بيحصل. تعالى اجيب لك سكر، سكر كان ب 12 ب 14 وصل ل 20 جنيه. وتهرب تهريب سوق اسود. وكنا نطلع كده في المواقع التواصل يقعدوا يتريقوا، خلي بالك لا يمسك عندك 10 كيلو سكر في بيتك. اتجار ولا تعاطي؟ ايه اتجار ولا تعاطي؟ يعني السكر يا جماعه وصلنا لمرحله هل هو اتجار؟ يعني انت هتتاجر فيه ولا تعاطي اللي انت بتشربه شاي؟ الناس معانا معالي المستشار مداخله الاستاذ حسين، اتفضل يا فندم. ازيك يا علي بيه؟ يا اهلا بيك يا استاذ حسين. ازيك يا استاذ وائل بيه؟ الله يسلمك يا فندم. حضرتك ليا سؤال كنت عايز اطرحه على حضراتكم. اتفضل يا فندم. كنت عايز اعرف عقوبه المحتكر السلع التموينيه وما هو دور المحامي اذا راى هذه المخالفه. يعني كدوري كمحامي اذا رايت محتكر السلع التموينيه، ايه اللي انا المفروض اعمله انا اتجاه هذا المهرب؟ العقوبه اللي هي تتنفذ عليه. تمام. نشاكر حضراتكم يعني. شرفتنا معليك، اتفضل يا فندم، اتفضل يا استاذ حسين. يعني تقريبا احنا قلنا العقوبه ولا بتختلف؟ لا ما فيش اختلاف، ده الغالبيه اللي موجوده بالنسبه للاحكام كلها اللي موجوده عند كل يعني هو غالبيه الاحكام اللي بتطلع بسنه ونص سنه و10,000 جنيه. طيب. دلوقتي في احكام بتبقى فيه غرامات على حسب اتجاه الدايره كمان. يعني غراماته ملوش علاقه بالحبس ولا كلام من انت. انا كان في عندي قضيه من اسبوعين ثلاثه كده كانت موجوده في دايره مدينه نصر. انا الموكل بيسالني، قلت له خلاص انا يعني نشوفها، بس انا ما اطلعتش على حاجه فما بحبش احضر الكلام ده كله. فقلت له نستنى اما نشوف القرار ايه، يعني هي يبقى في حكم نعمل لك في معرض افهم القصه بتاعتنا فيه. ففوجئت بانه واخد غرامه 500 عن التهمه الاولى وغرامه 500 عن التهمه الثانيه. مش هيجي لك. فخلاص ادفع 500 هيدفع 1000 جنيه ويمشي. ده اللي حصل. اللي يمكن الاستاذ حسين سال سؤال، دور المحامي مش كمحامي هنا. هو مهنته محامي ولكن هو شاف او عرف ان ده محتكر او حابس للسلعه، هل دوره زي دور المواطن العادي ولا في حاجات اخرى ممكن نعملها؟ لا المفروض ان هو انا اكتفي بالابلاغ بس ولا اتصل بالتليفون ولا في اجراءات ثانيه؟ لا يبلغ ويتابع، لان المحامي النهارده له دور ودوره رساله.
رسالتك في اظهار الحق واظهار الحقيقه. فانت النهارده تقدر تبلغ عن الحاجه زي كده، وتقدر تتابع المحضر بتاعك اللي انت بلغت بيه وصل لحد فين. واعتقد ان مجرد ما حد بيبلغ لو في حاجه معينه في ناس بتنزل. في ناس بتسمع، الناس حد عاوز يقول حاجه الناس بتسمع له. اعزائي المشاهدين، كان صدر في بدايه حكم المشير عبد الفتاح السيسي لجمهوريه مصر العربيه للاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد 2014-2018، كان من ضمن الحاجات في كلام عن محاربه الفساد اللي احنا الدور اللي احنا شايفينه الفتره الحاليه فيما يتعلق بجهاز الرقابه الاداريه. هل ترى ان يعني ما اعرفش كنت معلك اطلعت على هذه الاستراتيجيه الوطنيه ولا لا، لكن هل ترى انه لابد وحتما ان يكون هناك تدخل في الوضع الحالي فيما يتعلق بغلاء الاسعار من رئاسه الجمهوريه مباشره؟ احنا بنناشد القياده السياسيه، بنناشد مجلس الوزراء، بنقول الناس خلاص بتضج، الناس خلاص زادت اوجاعهم وزادت معاناتهم، اتدخلوا من فضلكم، لان فعلا ما يصحش كده اللي بيحصل. الناس تعبت، الناس خلاص مش قادره يعني، خلاص بامانه ربنا خلاص كله بدا يضج، الاسعار فعلا في ما حدش عارف يعمل اي حاجه. النهارده انا لما اسعر في كذا محل بيبقوا جنب بعض وبيبيعوا بنفس الاسعار مختلفه، ده بيبيع بجنيه ونفس السلعه مختلفه، وبيبيع ده بجنيه ده باتنين ده بتلاته. انما انا لما احط تسعيره جبريه انا هلزم الجميع ان يبيع. انت بقى ترجع تقول لي افعل دور حمايه المستهلك في ايه؟ اقول لك ازاي افعل بقى دور حمايه المستهلك في ايه؟ تمام، يدور لي على الجوده. انا دلوقتي عندي مصيبه سودة، انا بدور ازاي اخلي الحاجه بالسعر في متناول ايد الجميع، بس ده اللي انا بعمله، وماليش دعوه بالجوده، وماليش دعوه بالجوده، ياكش ياكل ايه اللي ياكله، ما هو ده اللي ماشي. تمام، انما انا النهارده في لما يجي اقول في تسعيره جبريه خلاص ينصب دور حمايه المستهلك لحاجه تانية، جوده الحاجه وتاريخ الصلاحيه والمنشا والحاجات دي لازم تتجاب. لكن احنا بندور على السعر بس دلوقتي، انا بدور على السعر اوكل الناس دي ازاي الحاجه كده اللي هو الجماهير، حتى لو اكس باير منتهي الصلاحيه ماشي، المهم يبقى فيه تبقى متواجده وما حدش فاهم حاجه. حلو الجمله، ما حدش فاهم حاجه. انتوا خدتوا بالكم اعزائي المشاهدين في جمله غايه في الخطوره اتقالت من معالي المستشار وائل النجم دلوقتي؟ الحدوته مش ان انا الحاجه تبقى بمتناول سعر المواطن، لا، فين الجوده؟ فين هل هو منتهي الصلاحيه ولا لا؟ في حاجات موجوده وتتداول في مصر في هذه اللحظه منتهيه الصلاحيه. معالي المستشار، هل قانون العقوبات تناول فيما في القسم المتعلق بجرائم المسه بامن الوطن من الداخل، تناول المشكله دي ولا اكتفينا بقانون حمايه المستهلك؟ لا، اكتفينا بقانون حمايه المستهلك، اكتفينا بالتعديل اللي ادرجه السيد الرئيس في 2005 شهر 2015 ده 2005 3 لسنه 2005 ده القانون. تم التعديل عليه في 2015 للسيد الرئيس السيسي. جميل، طب ايه كان ايه محور التعديل؟ تعديلات جوهريه بالنسبه لضبط المجمعات الاستهلاكيه، تعديلات يعني حاجات بسيطه كده يعني، حاجات داخليه يعني. اقدر اقول ترقيع ولا اقدر اقول حاجات جوهريه؟ لا يعني القانون لازم يبقى متماشي مع العصر. النهارده بقى في سرقه في المجمعات الاستهلاكيه، قانون العقوبات من 1937 تمام وبنعدل فيه وبيتعدل فيه. طب ما في جرائم جديده استحدثت وفي جرائم خلاص كل سنه احنا طيبين. مجلس النواب بيعدل اللي موجود. الله يكون في عون مجلس النواب ويكون في عوننا احنا كمان والله. مجلس النواب، انت مطالب في الفتره الاخيره زي ما قال معالي المستشار تبص شويه للموضوع، يعني احنا عايزين ندي الصلاحيه، متى نقلبوها بقى زي ما كانت ايام 25 يناير وما بعدها و30 يونيو؟ الرقابه الشعبيه، دور الرقابه الشعبيه ايه؟ فكرة ان المواطنين العاديين لا، ما فيش بقى حاجة اسمها رقابة شعبية، مؤسسات المجتمع المدني، لا لا لا، الجامعات المنظمة للشباب، الكلام ده كله هل ممكن يبقى؟ والله انا ليا واقفة مع الموضوع المنظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني دلوقتي ده شو اعلامي وقصص تانية وحوارات بعيدة عن اللي احنا فيه. انا النهاردة في ناس عندي غلابة لا تفهم يعني ايه مشاريع قومية، ولا تفهم يعني ايه استراتيجية خمسية، ولا تفهم يعني ايه تبعية جاية قدام، ما تفهمش حاجة غير انه عاوز الريف العيش وكيلو السكر ده صغر بالمناسبة. بس انا كنت والله يا جماعه عاوز اعمل النهارده زي اخونا استاذنا وزميلنا القرموطي واطلع لكم رغيفين عيش من تحت الترابيزه اللي قدامنا دي، او اجيب لكم كيسين سكر واقول لكم اهو في سكر اهو في البلد. معالي المستشار، ايه ماذا ترى من الناحيه القانونيه حلا للاشكاليه بالاضافه للتسعير الجبري وطبعا تفعيل الرقابه سواء كانت اجهزه الرقابه المختلفه؟ ما هو احنا بنقول عشان نواجه الغلا احنا عندنا حاجتين اتنين، الحاجه الاولانيه بايد المستهلك، الحاجه الثانيه بايد الحكومه. تمام، المستهلك يبقى في نوع مش هنقول بقى مقاطعه زي ما الناس بتطالب بالمقاطعه، لا، يبقى في نوع، يبقى في حد من الاستهلاك، حد من الاستخدام، اخد اللي يكفيني اللي انا عايزه في بيتي اخده بالقد،
مش هاخد احوش. الناس دلوقتي بتاخد اللي بيلاقي مثلا شوكولاته رز فرصه الحق ده عنده مش عارف ايه ولا كام كيلو سكر ياخد ويخزن. انا مش عايز الكلام ده. من يجي للحكومه لازم تراعي نقطه جشع التجار فتبقى تسنلي موضوع التسعيره الجبريه يبقى في فواتير ارشاديه او نشرات استرشاديه زي اللي كانت بتيجي زمان كده على معظم القنوات اللي القديمه. البصل بكذا، الطماطم بكذا، السكر بكذا، وكانت بتنزل في الجرايد والله، كانت بتنزل. بس انا اقصد يبقى يعني في حاجه استرشاديه الناس تبقى عارفه انا اما هروح الكيلو السكر مش هيزيد عن كذا من كذا كذا، خلاص معروف. انما النهارده فلان بيبيع بسبعه، حر يا باشا، حر يا باشا، ما ينفعش، ما ينفعش. معلم مستشار بنجم يعني معانا من اصدقاء البرنامج على صفحة الفيسبوك، صاحب فرن، بيقول طب انا اعمل ايه، انا مضطر ان انا اقلل وزن الرغيف وحجمه، الاسعار المستخدمة اما الدقيق والخميرة الى اخره والمواد المستخدمة بتضطر ان اعمل كده، طب اروح فين؟ اقفل. اقفل، لان انت دلوقتي انت بتضحك علينا. ليه بقى؟ انا النهاردة الدقيق بقى سعره حر. انت بتاخد من المطاحن عشان تخبز بتاخد مثلا 10 حتت 15 حته 20 على حسب الساعه التموينيه اللي انت بتاخدها او سعه المنطقه. تمام. اللي حوالين. تمام. منك. انت النهارده لما بتاخد الكميه ديت الحكومه بتديك بسعر وانت بتبيع بسعر وبتاخد الفرق لجيبك، بتاخد السولار بتديهولك الحكومه. بتاخد اللي هو ثمن سواء البنزين او الكهرباء الحكومه بتدفع ثمنه. النهارده الحكومه بتحاسب على الرغيف بشيلن. انت بتاخده ب 15 قرش بينك وبين الحكومه. مفيش بشيلين على فكره. ازاي مفيش بشيلين؟ الرغيف ابو 50 قرش كنا بنجيبه كده يا جماعه بقى كده. ورغيف الفينو كانوا الاربعه بجنيه كده بقى كده، كان في زمان كده عيش اسمه بوتجاز. انا معاك في الفينو والكلام ده كله. انما لا 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 اللي بيجي مع التموين. اي طب ما انا بتكلم على بتاع التموين. لكن انا النهارده في القاهره بقى لي 12 سنه ما شو رغيف ابو شيرين ده، حتى في البلد لما بنزل دلوقتي ما بلاقيهوش، انا بقوله جايبينه على التموين وشكله حلو وكبير بالمناسبه. ورفيع. طب ما هو قال الوزن، ما هو له وزن، لا له وزن يعني. طيب عامه صديق البرنامج ايضا عنده مقهى قهوة بلدي يعني، بيقول لك نفس تقريبا نفس الشكاوي. انا بقول لك طيب انا النهارده السكر بجيبه ب 14 جنيه والشاي ومعسل، معلش ده مش دعايه، وهو الى اخره كوبايه الشاي كنا بنعملها ب 2 جنيه او بجنيه ونص، احنا مضطرين نعملها ب 4 و 5 جنيه، بيتعمل لنا محاضر ما بين بيئه وي 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 الكلام. طب الحل ايه؟ هل كل من هو فاتح في البلد دي حاجه يقفل، ولا نشتغل حر؟ يعني ايه الواضح؟ انا بامانه امر محير. الرقابه 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 التسعيره الجبريه ويبقى في رقابه. خلاص يبقى كل حاجه كده خلصت بالنسبه لنا. احنا النهارده لما يبقى عندي رقابه انا ما اقدرش ابيع، يعني كيلو السكر معروف الدوله مسعره ب 7 جنيه ما اقدرش ابيعه انا ب 7 وبريزه، 7 وشيلن، 7 ونص، 7 ما ينفعش. ما ينفعش. فيبقى هو عارف زي ما عملوا للشركات الكبرى الموبايلات والمحمول، سعر الكارت بكذا وده بكذا، ما تسعر الاكل، الاولى الاكل، الاولى الدواء. والله احلى ختم. اعزائي المشاهدين الوقت جري مع معالي المستشار وائل النجم المحامي بالنقد والدستوريه والاداريه العليا، شرفتنا معالي المستشار. شكرا شكرا يا سعاده. يعني الجمله غايه في الخطوره، زي ما سعرتم كروت المحمول اعملوا لنا التسعيره الجبليه. محتاجين نظره يتم فيها تطبيق القانون وتفعيله على الارض. محتاجين ادوار اكثر فعاليه للاجهزه الرقابيه، جهاز الرقابه الاداريه شغال زي الفل، اخواننا بتوع مباحث التمويل، مفتش الصحه، انزلوا شوفوا ايه اللي بيحصل في الاسواق، انزلوا والا والله العظيم لو اتحرك الناس النهارده يعني في الشرقيه الاسبوع اللي فات طلعوا على مخزن سلع تموينيه ووزعوها على بعض. اعزائي المشاهدين طبتم وطابت اوقاتكم، كان معكم علي السيد الفيل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.